لم يزد خطاب الرئيس محمد مرسي الشارع المصري إلا انقساماً بين مؤيد مرحب ومعارض رافض. فمرسي الذي أكد تمسكه بالشرعية حتى وإن دفع حياته ثمناً لذلك، أعلن في خطابه أنه باق في الحكم، وردد عشرات المرات أنه لا بديل من الشرعية، مشدداً على استعداده لبذل دمه دفاعاً عن شرعيته رئيساً للجمهورية، ومحذراً من سفك الدماء إذا لم تحترم هذه الشرعية. وأنا قاعد بالشرعية، وأنا قاعد غصباً عن عين أهلكم وعن أمكم. أنتوا هتعملوا إيه؟ انسوا الجيش وانسوا الشرطة. أنتوا دلوقتي الكلمة بتاعتكم في الشوارع، الناس كلها قاعدة بتكتب في التحرير: يسقط يسقط حكم المرشد. من جهته، اختصر الناشط السياسي حمدي الفخراني رأيه في خطاب الرئيس بحركة بحذائه: ما فيش تعليق أكتر من الجزمة لهذا الخطاب. ما فيش تعليق غير كده. المحامي وعضو جبهة الإنقاذ المصري المعارضة إيهاب خولي، الذي كان ضيفاً في اللقاء التلفزيوني نفسه، أصيب بنوبة غضب استمرت أكثر من 3 دقائق. هذا الرجل الملاوع الكذاب الخادع وتلك الجماعة التي لا تعرف تلك الجماعة. طب خلاص، اشرب مية. اهدى أستاذ إيهاب، مش كويس كده. اهدى معلش. طب اهدأ. ما هو مش عارف ما هيروح لربنا، مش هيلاقي محمد بديع جنبه ولا كايرة الشاطر، هيدفن في متر في متر. يجيب له ايه اكتر من 33 مليون في الشارع؟ ما بيشوفوش عمي، مش عايزين اللي حصل في البلد بسببهم. وفي المقابل، أصابت الإعلامي إبراهيم عيسى نوبة من الضحك. يعني مش لسه قايل لكم، يعني الدكتور محمد مرسي يتحدث من كوكب آخر، ما أعرفش هو بيحب فيلم كوكب القرود، لكن هو بيتحدث من كوكب آخر ما لا علاقة له بما يحدث في الشارع ولا الواقع، وبيكلم بطريقة وبأسلوب هو ذاته نفس الفشل المستمر، نفس الانفصام عن الواقع، نفس العزلة عن مجريات الواقع المصري، عن ثورة ملايين المصريين ضده، نفس التمسك البليد بفكرة الشرعية وكأنها شيء مقدس، بينما في شرعية الجماهير بالملايين. أما باسم يوسف الذي يبني حلقات برنامجه من خطابات مرسي، فقرر تأجيل حلقة برنامج البرنامج لهذا الأسبوع نظرا إلى الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد، بحسب صفحته الرسمية على موقع فيسبوك.